دوك نمروا للخبز تاع الشاورما تاعنا. انا هنا حكم 3 كيسان تاع الفرينه حطيتهم وملح عادي كيما نملحوا الخبز. دوك لهنا نزيد لهم 4 مغارف تاع زيت المائده. هذا الخبز ما فيه لا خميره لا لاليبور لا والو، ويجي روعه. لهنا دوك نبسو مليح هاد الفرينه تاعنا، خلطيها هكذايا باش تدخلي الزيت فيها، ومن بعد لهنا واش نديرو؟ نحكمو الماء، وهنا الماء لازم حتى يولي يغلي كيما نقولو، حتى يولي يدير هادوك الفقاعات مليح مليح، ونبداو نزيدوه بالتدريج للعجين تاعنا. هنا استعملي مغرف قبل باش ما تحرقوش، باسكو الماء راهو سخون. هكذا بداي زيدي الماء غير بالتدريج، غير بشويه برك، وانتي راكي تخلطي. هنا الماء قلت لكم لازم يكون لدرجه الغليان حتى يولي يدير هذوك الفقاعات باش تبداي تخدمي بها. هكذا حطي هكذا غير بالعقل، تدخل الكميه الاولى زيدي الثانيه. مازمش العجينه تكون جاريه بزاف وما تكونش طريه بزاف، هكذا زيدي غير بالعقل ومن طون راكي تخلطي. هنا نسيها هاي ليك راهي سخونه، نسيها لقيتيها طريه خلاص حبسي. راح تديلك هكذاك ابوبخي واحد الكاس وربع تاع الماء. دوك لهنا نحي هاد الملعقه ونبداو نعجنو فيها، لازم نعجنوها على الاقل هكذاك واحد 3 دقائق ولا راح تصيبيها سخونه ما تخافيهاش. حاولي هكذايا تعجنيها مليح مليح، حطيها فوق البلون طخافاي وخدميها. هذا هو السر تاعها، لازم يكون فيها الماء غليان وتتعجن باش يجيكم خبز هايل طري وبنين. هنا بعد ما عجنتها هكذاك واحد 3 دقائق تقعد لهنا مازالها سخونه هايله، وشوفوا كيفاش تولي طريه ما شاء الله. شوفوا لهنايا ما تقولوش ما نجحتوش فيها، ولا تولي طريه ليس هايله، وراهي مازالها سخونه في يديكم. تقعد سخونه كيما الاولانيه سخونه بزاف، راح تولي لكم هكذا شغل دافيه شويه. عجنتها هكذاك لمده 3 دقائق ولا دوك لهنا احكميها وقطعيها على حسب عدد الخبز تاعك وخليها ترتاح حتى تبرد. انا هنا راح نقسمها قس 10 خبيزات هكذاك، ما يجوش كبار بزاف وما يجوش صغار بزاف. ومن بعد ديريها هكذا دي بولات. عجينة على بالكم سهله بزاف بزاف وتعطيكم الطور بلا ما تسحقوا، ما ديروا لها لا زيت لا فرينه. انا نكمل نكورهم كامل هكذا، نخليهم حتى يبردوا. سمحوا لي لهنايا على الصوت تاع لا كوكوت، اللحم تاعي راه يطيب. الوقت اللي تخدموا الخبز تاعكم يكونوا هذوك 15 دقيقه ولا 16 دقيقه حتى 17 دقيقه فاتوا. الشاورما تاعك راهو يطيب ومن طون انت راكي تخدمي في الخبز، وصدقوني الشاورما راح تسبق الخبز. هنا دوك نمروا نطبقوا الخبز تاعنا، حطوه هكذايا في السنيوه وغطوه بنيلون هكذايا باش ما ينشف لكمش برك، ونبداو نطبقوا فيه فوق البلان طخافاي تاعك. حط شويه تاع الفرينه ما تكثريش غير باش تعاونك برك، هذا مكان باش تخدمي. وهنا نبداو نطبقوا في الخبز تاعنا عادي حتى يولي رقيق كيما التورتيلا. عمليه سهله وسريعه، اللي عندها اللي طيب لها الخبزه اللي تخدميها تمتم طيبيها فوق طاجين نار كيما قلت لكم تكون قاويه، حطي ونحي تمتم توجد. واللي ما عندهاش تحلهم كامل هكذايا، تحبي تحطي الفرينه بيناتهم وبعد تمسحيها، كيما تقدري ديري بيناتهم ورق طبخ باش ما يلصقوش في بعضهم. هذا مكان هكذا حلوهم على السمك يكون رقيق هكذايا كيما تاع التورتيلا. ها كملوهم كامل ونمروا للطياب تاعهم. هنا الطاجين انا حطيت طاجين مري، وانتم كيما تحبوا، اللي عندها مقله ثقيله تاع التيفال تاعك تقدر
طيب فيها. بصح لهنايا لازم لي بولات تاعكم ديروهم قد المقله تاعكم. هنا النار تكون قلت لكم قويه. انا هنا طاجين مري درته فوق طابونه، الوسط رقيته تماما، والشطوط خليتهم قويين، ودوق نحكم وحده هكذا ونرميها. هاي ليك غير نشوفها برك لهنايا بدات تنشف، شوفوا غير تبدا برك تنشف، ما نخليهاش طيب كامل، قلبيها هاي، نزيد نخليها تنشف شويه، نزيد نقلبها، ما نخليهاش تتنفخ. هاي غير تبدا دير هاد الفقاعات نقلبها، شوفوا ديجا منا راهي طابت. دوك نزيد لها لاباغتي التحتانيه، خلاص هاي رفدت روحها، صاي راهي طابت تمتم. شوفوا لهنايا هاي لك النتيجه، طيب وتجي طريه ما شاء الله. هاي سخونه لهنايا، دوك نزيد معكم وحده تمتم. هنا غير ريكلاج برك تاع النار، هذا ما كان. هاي لك غير تشوفوا الفقاعات برك بدات دير دورو، راهي طابت صاي ها. دوك لهنا راهي بدات تنتفخ، نحيها خلاص هاهي طيب. هاي تجي ما شاء الله، ما تخلوهاش طيب بزاف باش ما تيبسلكمش.